يقول السائل: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل مسلم؟ حسب الاستطاعة، كل مسلم يجب عليه أن ينكر المنكر بحسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.